بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا بيكم متابعينا الأعزاء من كل مكان مع موعد مباراة تونس وموريتانيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة. زي ما احنا متعودين ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما عملتش اشتراك يا ريت تعمل اشتراك في القناة، وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. استعد نصور قرطاج لمواجهة مهمة وقوية تجمع بينه وبين منتخب موريتانيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم فيفا قطر 2022 ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات. وأعلن منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي قائمة الفريق المستدعى لخوض مباراتي موريتانيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وضمت القائمة 26 لاعب على رأسهم علي معلول وسيف الدين الجزيري وحمزة المسلوسي وفخر الدين بن يوسف بالإضافة إلى فرجاني ساسي. ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة موريتانيا بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه زامبيا وغينيا الاستوائية في المركز الثاني والثالث رصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما تتواجد موريتانيا في المركز الاخير بدون نقاط. بالنسبه لموعد مباراه تونس وموريتانيا، تقام المباراه بمشيئه الله اليوم الخميس الموافق 7/10/2021، ومن المقرر ان تنطلق صافره اللقاء في تمام الساعه 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعه 9 مساء بتوقيت مصر، الساعه 10 بتوقيت السعوديه والكويت وقطر، الساعه 11 بتوقيت الامارات. بالنسبه للقنوات الناقله للمباراه، فاعلنت قناه 218 الليبية عن إذاعة مباريات منتخب تونس في تصفيات أفريقيا. ما تنساش في نهاية الفيديو تكتب توقعك لنتيجة المباراة في تعليقات الفيديو، وإن شاء الله صاحب التوقع الصح هننشر اسمه في الفيديو القادم. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة. كان معكم محمد أحمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.